تاتا تاتا سارة اسمعي كلام الكابتن. كلام الكابتن يا تاتا. تاتا ياسين ياسين تعالى هنا يا بابا عشان غلط تقعد هنا ممكن تقع في الميه. يلا تعالى هنا تعالى عشان بعد شويه الكابتن هيجي يشيلك من هنا. ياسين الكابتن نفسه هو اللي هيقومك. تعالى اقعد جنبي زي ما انا قاعده كده. ياسين انزل. شفت الكابتن قال لك ازاي؟ ما هو بيقول لك يلا يا ياسين تعالى اقعد هنا. يلا عايزين كاتش من شمال كل ثلاثة نفس سعيد. يلا عايزين هوب. يلا ورايا سارة سعيد هوب. شكلك يلا يا تعليا سعيد هوب. يا ياسو مش احنا اتفقنا ان هي تنزل السباحه وانت تيجي تقعد هنا؟ ها؟ ياسين لا مش هينفع. ايه؟ ايوه مش دلوقتي هما هياخدوك بس مش دلوقتي. مش احنا اتفقنا على كده؟ ماشي يا ياسو؟ بس 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 سارة جاية هي سارة جاية هي. يلا أكرم حلو ولا ايه النظام؟ يعني ممكن تدخل جوه. يعني انت النهارده كويسه في السباحه؟ اه. طب يلا ما الكابتن يقول لك على حاجه اعمليها. ما انا بعملها قال لي الكابتن تعالى هنا اقف معايا. تعالى عشان تشوفها انت مش عارف تتفرج عليها. بص بص ايه انت انزل اقف جنبي. يلا انزل عشان الراجل بتاع الامن هيجيب المسدد دلوقتي وهيجي ينزلنا. انا اللي عمو اهو قاعد هناك اهو. بالظبط قاعد هناك اهو.
وانا عسكري. يلا بقى عشان ما نضايقش الناس. يلا يلا يا كابتن. لا إيه؟ انت ما بتقعش بس هم خايفين عليك. لا انا بقى. تعال هقول لك حاجه. تعال تعال هقول لك حاجه. بص تعالى بس. لا لا هقول لك حاجه فاكر. تعالى بس تعالى. انا اقف هنا. طب تعالى اقف هنا كده انت هتشوفها اكتر. اوبا اوب. بس يا سيدي اهو. بص انت واقف فين بقى؟ بابا يا سلام يا سلام متين انت. ماشي ماشي. قول باي بقى. قول باي. لا هنا باي.